محاولات فاشلة تقود إلى النجاح، درس علمي يطبقه الطالب سعد على آلته الصغيرة ليشارك بها ضمن معرض للأنشطة اللاصفية ينظمها مكتب التربية والتعليم في عموم مدارس عدن. اسمي الطالب سعد دبوان، وأنا اليوم اخترعت آلة فجار. طبعا هي الآن تعمل على تشغيل النار، وهذا كله يعني حصل بمساعدة المنزل، وإن شاء الله أنه الاختراع ثابت وسوف نتقدم إلى الأمام دائما، وهذا كله بإشراف المديرة طبعا السيد منال والشكر. هذه برضو من التوجهات التي يعملها مكتب التربية لتوسعة رقعة الأنشطة اللاصفية، وأتمنى الجميع التفاعل معها، وأتمنى من مختلف شرائح المجتمع التفاعل معها بما شأنه رفع من قدرات وإمكانيات أبنائنا الطلاب. هم من فعل نشاطات كثير بالمدرسة، يعني هذا نفعله بالبيت بالعطلة الإجازة الصيفية. فنون تشحذ في أذهان الطلاب ملكة المحاكاة الخلاقة وتطبيقات تحاكي الواقع وتحدياته المختلفة، فمتى ستصبح هذه البهجة النادرة جزءا من المنظومة التعليمية؟